وأهلا بكم مشاهدينا من جديد في إحدى استضافاتنا الموجودة معنا اليوم. رح نتحدث كالعادة عن المبادرات، واليوم رح تكون معنا مبادرة بالخير نصنع الغد. هذه المبادرة التي تقوم بالأعمال الخيرية يعني للشباب وللوطن الحبيب. يسعدنا أن يكون معنا للحديث حول هذه المبادرة ما هي وأهدافها الأستاذ خالد ملك. أهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية. نحن مسرورين بوجودك معنا وأيضا مسرورين باستضافتك عن الحديث حول هذه المبادرات الخيرية. بالخير نصنع الغد، حدثنا أكثر عن هذه المبادرة. هي مبادرة شبابية غير هادفة للربح. نعم. بدك تحكي يعني هدفها إغاثة الأطفال، مساعدة الفقراء. نعم. يعني بدك تحكي أعمال ريادية يعني اجتماعية. يعني مساعدة للمواطنين. مساعدة للمواطنين بالمجتمع، كونه إنه يعني الوضع. نعم. عند بعض أهل المجتمع شوي ضعيف. نعم. فواجب الشباب كونه هو عماد للمجتمع. نعم. إيش أكيد أنه واجبه لازم يساعد أهله وأحبابه. نعم. إلى ماذا تهدف هذه المبادرة؟ هي أنه يعني ركزتم على فئات معينة أو أنا بهدف إلى الأطفال. نعم. أكثر إشي خاصة إشي الجالية المسيحية. نعم. ماشي، أطفال الجالية المسيحية العراقيين. نعم. رسالتي ورؤيتي كانت واضحة أن المبادرات الحية كيف يعني بدي أقول لك؟ نعم، يعني قمت بالتركيز على الجالية، لكن احنا لا نسميها الجالية المسيحية، يعني إخوانا المسيحيين. إخوانا المسيحيين كان هنالك بالأردن. تركيز أكثر عليهم. إنه عراقيين. نعم. عراقيين. نعم. ماشي. ما في يعني خاصة إيش كدعم لإلهم هانا ما في. نعم. فإحنا اختصينا فيهم لأجل إنه الطفل يلاقي إنه. نعم. كمان مصداقين معنا. يلاقي دعم له كشخصي. نعم. تمام. طب نتحدث أكثر عن الأعمال التي تقومون بها في هذه المبادرة، يعني بالخير نصنع الغد. هنالك أعمال قمتم بها أو فعاليات تقومون بها؟ إحنا تأسست المبادرة بشهر 8. نعم. الوقت الحاضر كملنا 51 نشاط. نعم. اللي هو يوم الجمعة كان النشاط 51. نعم. تعدينا فيها عدة أمور، من ضمنها يعني كانت توزيع مياه، إرسال صدقات، طرود خيرية. نعم. تمويل مواد طبية. نعم. اختصينا كمان حفلات أيتام أطفال من الجالية، كمان نحكي إخواننا المسيحيين. إخواننا العراقيين والمسيحيين. المسيحيين في العراق، إحنا بنفضل أنه دائما خير يعم الناس، لكن أنتم ركزتم على إخواننا العراقيين. ما في مشكلة. تمام. طيب توزعتوا عليهم المياه وأيضا قمتم بفعاليات أخرى. فعاليات أخرى. نعم. كمان عملنا أوبرت لعيد الأم، ضم 5 منشدين. نعم. الخمس منشدين طبعا من 5 بلاد عربية. نعم. من العراق وسوريا وفلسطين والأردن واللبنان. نعم. حاولنا دائما أنه تكون أفكارنا جديدة، ما تكون أفكار قديمة تقليدية. أفكار تقليدية نبعد عنها، نعطيها منهجية جديدة. نعم. أو ممكن أنه نضيف عليها السير نبذة جديدة لواقع. نعم. جديد. نعم. تمام. طب هل هنالك يعني خلينا نتحدث أكثر عن الفعاليات التي قمتم بها كأعمال تطوعية، كيف ممكن أنكم تعززوا يعني الأعمال التطوعية والثقة لتعزيز هذه التطوعات لدى المجتمع؟ هي بصراحة أقول لك إياها، هي بترجع لمبدأ الشخص نفسه. نعم. حسب. نعم. هي أكيد ترجع لمبدأ الشخص، لكن الشخص أنتم نفسه. كمبادرة يعني تسعون لتعزيز هذه الثقة، يعني عن طريق مبادرتكم كيف تعززون ثقة التطوع في المجتمع؟ إحنا نعطي. أنا يعني اختصيت كمان إنه في فئة من. نعم. عندي في الدكتور محمد الرمحي. نعم. كمان بنطلع دورات على المدارس، بنعطي مدة ربع ساعة لثلث ساعة بكل مدرسة، كل أسبوع مدرسة واحدة. بنعطي فيها كيف طريقة أنه تكون ريادي بالمجتمع، أو شو وظيفتك أنت كشاب أردني جوا المجتمع. نعم. مش أنه أدرس ووكل ونام، لا، في لي وظيفة أنتان باتجاه بلدي. نعم. نعم. كيف شفتوا يعني مقابلة الطلاب وكيف كان يعني؟ في كثير والله لقينا يعني تحفيز منهم، حتى انه يعني لقينا كثير منهم انضم لمبادرات خيرية. نعم. صار يطلع يروح، بطل عنده خوف من المجتمع، صار يتغمق اكثر فيه. نعم. هذا التعزيز اللي احنا نتحدث عنه. طيب هنالك يعني مواجهات عديدة او هنالك تحديات عديدة تواجهكم يعني في الاعمال التطوعية او في هذه المبادرة، حدثنا اكثر عن هذه التحديات. ممكن يعني اقول لك اياه، هو الدعم بكون دائما اكثر شيء بواجهك، لانه طول ما في دعم ممكن تكون صعوبة بالحركة. نعم. صعوبة حركة المتطوعين، صعوبة بحركتي كشخص، يعني من ناحية اجتماعات. نعم. مع ناس
عدة جهات. نعم، هو دائما يعني في العمل التطوعي نحن بحاجة للدعم، نتحدث دائما عن الدعم. فالمقصود من كلامك انه يعني اكثر الصعوبات اللي ممكن تواجهنا انه ما نجد دعم في هذه المبادرات. مزبوط. يعني بشكل عام كل مبادرات نعم. المملكة ما بتلاقي دعم. نعم تمام، ما في مشكلة. طيب هلا في عندنا بالفترة القادمة، يعني نحن بشهر رمضان المبارك يعني ان شاء الله، فهنالك على الاقل يعني اتوقع فعاليات يعني حسب ما وردنا ستقوم بها ونشاطات ايضا لشهر رمضان المبارك. مزبوط. حدثنا عنها. احنا في عندنا 30 خلال 30 يوم رمضان في عندنا كل يوم افطار لعدد 150 شخص. مش شرط انه يكون طفل يتيم او نعم. اي حدا بحب انه يجي يتفضل، راح يكون في مواقع بعمان والعقبه ومعان واربد. نعم. كمان راح نعمل شغله جديده اللي هو في عندنا مشروع حاليا بلشنا نقوم فيه، مساعده منتدى الوحدات الثقافي. نعم. راح نعمل شغله دعم موهبه الاطفال. نعم. من ناحيه الغناء، من ناحيه مواهب الاطفال. نعم. تسجيل مقاماتهم الصوتيه. عدة نعم. شغلات جديدة راح نشتغل عليها بشهر رمضان. نعم، يعني دائما احنا بنحكي من الأهمية التركيز على فئة الأطفال، كون الأطفال يعني شو احنا بنرسخ فيهم. هم عماد المجتمع. نعم صحيح. طب سؤال أخير يعني أستاذ خالد، تحدث أكثر، ألا ترى أن يعني في فترة أو في شهر رمضان المبارك تكثر فيه الأعمال الخيرية فيما يعني تقل بعد شهر رمضان هذه الأعمال الخيرية؟ يعني لا نريد فقط أن يكون التركيز في شهر رمضان على هذه الأعمال الخيرية، لكن تحدثت أن هنالك يعني عدة فعاليات أو عدة أنشطة ستقومون بها بشهر رمضان المبارك، ألا ترى أن هنالك يعني هذه الأعمال تقل بعد شهر رمضان بشكل ملفت؟ مزبوط، هي بتقل لأنه بحكي لك وشهر الرحمة والمغفرة. نعم. بتلاقي الواحد يعني بتبرع منه كصدقة. نعم. جارية كل يوم مثلا بتبرع منه مبلغ، فبعد رمضان بحكي لك يعني خلص شهر الرحمة. خلص شهر. نعم بالضبط، يعني نحن يعني بس في شهر رمضان. بس شهر رمضان للأسف انه نعم هنالك يعني وجهة نظر صحيحة او تفكير سليم من بعض الاشخاص يتحدثون عن أهمية التسامح والأعمال الخيرية في شهر رمضان، فيما بعد شهر رمضان يعني لا يكترثون للأعمال الخيرية، فنحن كأنه عمل الخير يكون فقط في شهر رمضان المبارك. شكرا جزيلا لك على هذه المبادرة، ونحن فعلا يعني بالخير نصنع الغد ونصنع ايضا المستقبل. شكرا جزيلا لك. خلينا نشاهد نطلع فاصل صغير، نعود من بعده نستكمل حديث اليوم. ابقوا معنا.